مسرحية أجمل علم، كتابة وإخراج أمير أبو فضل. مين دول؟ أنا وياكي مسافرين وتركين هالضيعة اللي سكننا فيها سنين واللي بينا فيها أنا وياكي يا ممنوف. أبو مش عم صدق اللي سمعته امبارح. كيف أم روزا كانت عم بتقول لزيكو زاريو يخربوا الضيعة ويفللوا أهلها منا؟ شو بيجينا منا غير الهم والقرف لست أم روزيا؟ يلا بابو فنفل شو لنا بعد بهالضيعة؟ خلينا نفل ونترك كل ذكرياتنا. مين هيدا الرقم؟ شوفي مين ردي. الو مين معي؟ ممنوف، انا الجنية الزرقاء، بعرف كل شي بيصير بالضيعة، وانا من اهل هالضيعة ضد الاشرار. وانا كمان سمعتك انت وبابوف انه بدكم تتركوا هالضيعة. صراحة مزبوط، انا وبابوف خايفانين، بس بلا بس بلا شي، روحوا دبوا.